لكن بذكر الكلام عن المهاجمين، لو بصينا كده ورجعنا بالذاكره لورا شويه صغيرين، فهنلاقي ان مارسيل كولر اخذ قرار ان محمد شريف يمشي من النادي الاهلي ويكون عنده مشوار في الدوري السعودي. نفس الموضوع برضو شفنا انه بيجيب مودست للنادي الاهلي. شفنا برضو يعني بالكلام عن المهاجمين، شفنا بيلعب صلاح محسن، بيلعب كهربا. لغايه دلوقتي برضو مارسيل كولر لسه ما لقاش اللي هو عايزه، لسه ما حلش الازمه اللي بيعاني منها النادي الاهلي. بص، في حاجه جوهريه في النقطه دي. هو عايز ليه كان لعيب زي مودست؟ وكان قدامه مهاجمين كتير اكثر مهاره من مودست، اسرع من مودست، يقدروا يلعبوا على المساحات اكتر من مودست، انما هو مش عايز كل ده. لان هو لو قلت لي عايز لعيب في مهاره واحد ضد واحد يعدي، عنده رضا سليم وعنده حسين الشحات وعنده بيرسي تاو، عنده لعيبه كتير تعمل الدور ده. لو عايز لعيب من اللعيبه الاطراف اللي هم بيخشوا لجوه ويقوموا بدور المهاجم، عنده برضو كتير. مجموعه اللعيبه الشادو سترايكرز في الاهلي عددهم كبير، لكن هو كان عايز نوعيه تانية، عايز كواليتي مختلف تماما عن الكواليتي اللي موجود. عايز لعيب يبقى لعيب صندوق، لعيب مهاجم من جوه ممكن يلعب كره من لمسه واحده. يعني انت شوف مثلا هالاند، هو هالاند شفتيه في موقف واحد ضد واحد بيرقص او بيعمل؟ ده الراجل جايب السنه اللي فاتت وامبارح كان الثاني في استفتاء احسن لاعب في الفرنس فوتبول، جايب 56 جول. بس 56 جول مفهومش جول انه مثلا بيرقص واحد في موقف واحد ضد واحد، بيخش جوه المنطقه يعدي من ده ويعدي من ده ويحط زي ما بيعمل ميسي او زي ما كان بيعمل كريستيانو رونالدو. لا، ده كل كوره اللي هي اللي بتجيله جوه الصندوق بيلعب من لمسه واحده. فهو عايز لعيب يبقى جوه الصندوق اما لمسه واحده بضربه راس، لمسه واحده من جوه المنطقه، هو هداف جوه المنطقه. انما للاسف ما ان جاء مودست وتحول اللعب، قلت جدا الكرات العرضيه. قد ايه يعني كام كره عرضيه جوه ومودست بيلعب على يعني مش كتير، يعني نقول كده مثلا في كل الماتشات ما يزيدوش عن 5 كرات عرضيه. حتى لما لعب مودست في لقاء الذهاب امام صن داونز، احنا لو بصينا النادي الاهلي ما بيلعبش من الموسم اللي فات على الكرات العرضيه، بيلعب على الاطراف، بيلعب على الاطراف واختراقات في الاجناب، وحتى الكرات العرضيه الارضيه اكتر منها الكرات العرضيه العاليه. وبيلعب على ان اللعيبه اللي بيلعبوا على الاطراف دول لهم ادوار كبيره في التهديف. السنه اللي فاتت ما كان للاهلي ان يفوز بدوري ابطال افريقيا لولا الاسلوب بتاع بيرسي تاو وحسين الشحات، اللي انا بعتبرهم اتنين من اللي لهم دور ضليع في فوز النادي الاهلي. حتى وكهربا برضو هو كان هداف الاهلي في البطوله، بس كان الاجوال اللي بتيجي من الاطراف زي جول حسين الشحات مثلا في الترجي في العوده وهو جايه له كره طوليه وقدر ان يسجل منها، زي بيرسي تاو الاهداف بتاعته في ماتش سيمبا بالظبط. يعني 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 في كتير من الاجوال اللي جت بالطريقه دي. لكن هو كان عايز في عنده قدامه كور كتير بتيجي جوه منطقه الجزاء. مثلا النادي الاهلي ما كانش عنده السنه اللي فاتت ولا لعيب تقدري تعتمد عليه في ضربات الراس. كهربا جاب جوال بضربات راس، ممكن تقولي ان صلاح محسن اما جابه دلوقتي بيجيد ضربات، لكن مش الاجاده اللي تخلي النادي الاهلي يبقى الاستراتيجيه بتاعته الاعتماد على العرضيات بتاعه ضربات الراس. اللي جاب منها المدافعين، يعني محمد عبد المنعم جايب 4 تجوال مصيريه للاهلي كلها في دوري الابطال، منهم هدف الوداد كمان في الفاينل بالظبط. فكلها اجوال من مش من حتى يعني اللي كانت النموذج اللي اعتمد عليه مارسيل كولر وطور فيه، انك انت تلاقي محمد عبد المنعم في كوره متحركه مش ثابته. محمد عبد المنعم بيطلع في كرات ثابته، يطلع في كوره متحركه ويسجل هدف في مرمى الرجاء. انا بتكلم على ان مباراه صن داونز فيها مشاكل كتيرة جدا جت النادي الأهلي، صحيح، كلها من النادي الأهلي نفسه. ولكن طيب بذكر الأول الكلام عن الدفاع وبذكر الكلام عن محمد عبد المنعم، شفنا روتيشن بيحصل في دفاع النادي الأهلي في الفترة الأخيرة دي، ويمكن في 4 مباريات أو في 3 مباريات شفنا النادي الأهلي بيستقبل يعني أكتر من هدف. هل ده ليه علاقة 4 أهداف، هل ده ليه علاقة بالروتيشن اللي بيحصل ما بين عبد المنعم وياسر إبراهيم ورامي ربيعة؟ بس ازاي؟ هو ده مش روتيشن، يعني احنا بنتكلم في ان منعم ثابت والاثنين اللي بيغيروا رامي ربيعة وياسر. ياسر كان راجع من اصابه ورامي برضو رجع من اصابه، فكان بتلاقي ده لو اصيب ده يلعب ولو ده عنده مشكله بدنيه التاني يلعب. مع وضع في الاعتبار ان الفوارق شويه بين الاثنين تكمن في ايه، ان رامي ربيعة عنده قدره اكتر على الكرييشن، اللي هو يقدر يطلع من الخط الظهر يعمل باس سليم، يقدر يعني يطلع خطوات يوصل لنص الملعب ويعمل باس سليم ويطلع ويكمل. دي اقل شويه عند ياسر ابراهيم.
ياسر ابراهيم عنده حته السرعه اكتر. يعني السرعه في موقف واحد ضد واحد لو قارناه برامي ربيعه، لا ياسر عنده سرعه اكتر، فهو حسب المباراه. لو انا عندي خطوط مقفله شويه مش محتاج، مش هلاقي كتير مواقف سرعه. يعني صحيح. لو الخطوط الاهلي كومباكت هيبقى الموقف اللي واحد ضد واحد في السرعه اقل من لو انا فاتح الخطوط. صحيح. فبيتلاقي ايه المباريات اللي انا لو قافل الخطوط ممكن يعتمد على رامي ربيعه اكتر لانه ابطا شويه، عشان هو ابطا شويه لكن صحيح. هو بيقدر يبني فيقدر يبني اكتر فيلعبه. لو العكس بقى، لو مباراه ممكن يتولد فيها مساحات يعني بيلعب ياسر اكتر، وياسر اكتر برضو عنده حته ضربات الراس تيك اوف بتاعه اعلى، يعني يقدر يبقى في الكرات العرضيه اقوى شويه.